عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صديقاتي أصدقائي، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. فيديو اليوم غادي نقدم معكم غراتان كويرات البطاطس بالكفتة اللي كيجي فعلا رائع وفريع التحضير. بالنسبة للمكونات ما غاديش نحتاجو بزاف، أنا هنا عندي البطاطا مسلوقة كما كتشوفوا، وعندي الكفتة قليتها مع واحد البصلة مقطعة مربعات صغيرة، كذلك هنايا عندي حبة حلا فلفل أحمر والملح ومعدنوس اللي غادي نقطعهم في الأول مع البطاطس. اول حاجه غادي نربزو هاد البطاطا مع هاد التتبيله اللي عندنا هنايا، من بعد غادي نشوفو باش نوجدو صوص بيشاميل. على بركه الله، بسم الله. غادي نبدا نربز البطاطا، ربزنا البطاطا كما كتشوفوا غادي نوجدوا الملح دانا اللي غادي نوضعوا فيه، وهنايا كما كتشوفوا درت طبيسي صغير ودرت السلوكان هكا باش ما تلتصقليش البطاطا في يديا فاش كنكون نحولها الكويرات. طبعا غادي ناخذوا واحد الكميه، غادي نحاول هنا نسرحها. غادي نحاولوا نسرحوها مزيان في هاد الباسل، وغادي نوضع الكميه ديال الكفته. وغادي نجمعوها بداك السلوفان هكا باش تسهل علينا المهمه. من بعد غادي نوضعوها في المول ديالنا حتى نكملو كامل الكمية اللي عندنا، غادي نمشيو بنفس الطريقة. نحاول نسرح البطاطا مليح باش من نجمعوها كويرات تجمع لنا وتغطى ديك الكفته اللي نديروها في الوسط. غادي نمشيو كما درنا في الاول، هاد الطريقه هكا تنحصلوا على كره وتغطى لنا الكفته اللي درناها في وسط. نضيح منا من الفوق باش تبلع لنا. هاد الطريقة تجي سهلة حيت إلا درناها في اليدين غادي تبقى تلتصق في اليدين وما تبغيش تجمع البطاطا. أنا غادي نمشي نكمل هاد الكمية اللي عندي كاملة ونرجع معاكم من بعد إن شاء الله باش نوجدو صوص بيشاميل.
كتبه الصوص بشاميل فغادي نحتاجون السطر ديال الحليب كذلك غادي نحتاجو جوج معالق كبار زبده وجوج معالق كبار ديال الفرينه على بركه الله في كاسرول غادي نديرو جوج معالق كبار ديال الزبده من بعد غادي نوضعوهم فوق البوطه حتى تذوب الزبده مزيان وغادي نضيفو لها الفرينه مع التحريك كنحصلو على واحد العجينه متماسكه من بعد غادي نضيفو السكر ديال الحليب وحنا نستمروا في التحريك حتى يبدا يتقل الخليط بالنسبه للبشاميل ما خصكمش تقلوها مزيان هكا باش تغطي لنا كرات البطاطس اللي عندنا وفاش غادي توجد لنا غادي نديروا ليها شويه ديال حبه كحله مع الملحه voilà من بعد ما وجدنا لاصوص بيشاميل ديالنا كما كتشوفوا ما تخليوهاش تقطع بزاف غادي نبداو نخويوها نغطيو هاد الكرات اللي عندنا نتاع البطاطس وغادي ناخذو كما كتشوفوا هنايا عندي الموتزاريلا استعملنا فرماج الموتزاريلا غادي نديروه من الفوق اللي ما بغاش يدير الفرماج نتله ما يديروش اللي بغى يديره يديره صافي وغادي ندخلها للفرن تطيب ومن بعد ما تشد لنا راسها مزيان غادي نشيلو من الفوق باش تحمرنا شويه ونخرجوها نرجع معكم ان شاء الله في طبق التقديم فاش توجد لنا اصدقائي اصدقائي هذا هو غراتان كويرات البطاطس بالكفته فعلا كيجي رائع وزوين بزاف نتمنى تجربوه وتخليو لي الاراء ديالكم في التعليقات غادي نقطع معكم واحد المورسون هكا باش تشوفوا كيفاش كيجي صراحه راه عاد سخون فوالا كما كتشوفوا هذا هو الكغاتان ديالنا فعلا كيجي رائع وزوين انايا راه عاد سخون وحيدته نتمنى تجربوه وتخليوا لي الاراء ديالكم في التعليقات الناس اللي اول مره اكتشفوا القناه ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وتفعلوا الجرس هكا يوصلكم اي جديد كنحطوا في القناه ديالي والناس اللي دائما متابعيني شكرا لكم شكرا للدعم ديالكم ما تنساوش لايكوا هذا الفيديو وتبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم الى نال الاعجاب ديالكم غادي نقول لكم الى اللقاء دمتم بخير في امان الله.